مشاهدي الكرام، عودة مرة أخرى لحضراتكم ومعادنا مع فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية. هيكون معنا مشرفنا ومنورنا في فقرتنا النهاردة الأستاذ رامي زهدي المحلل السياسي. صباح الخير لفندم. صباح الخير. نبدأ جولتنا الإخبارية النهاردة بجولة خارجية بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا، وذلك للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث اللي انطلقت عام 2014. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن قمة أثينا بتهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمة الثمانية السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. يعني اسمح لي أستاذ رومي، احنا في 2014 اول ما سيادته بدأ ان هو يعني يعقد قمة مع أثينا وقبرص، قمة ثلاثية، بقول ليه اليونان وليه قبرص ودي منطقة، واليونان كانت لسه خارجة من أزمة اقتصادية طاحنة، ومحدش كان فاهم هو ليه بيحصل ده. مع تتابع القمم اللي حصلت، يعني 8 قمم والنهاردة التاسعة، اعتقد الامور بدأت للناس يعني تكشف عن توجه سيادته من 2014 نحو هذه الدول تحديدا. يعني من العام 2014 حتى 21 وصولا للقمة التاسعة، الدول الثلاثة بيقدموا للعالم نموذج متميز جدا في شكل العلاقات بين دول الجوار. هذه دول استطاعت أن تحول البحر الفاصل بينهما إلى يعني وسيلة للتقارب. الدول تخطت تحديات عديدة خلال هذه القمم الثمانية الماضية، وصولا لأن هذه الدول تجمعها إطار شامل من البحث عن مصالح وحماية مكتسبات ومقدرات شعوبها، حماية مصادر الطاقة التي ظهرت في هذه المنطقة بشكل كبير جدا. الآن هناك سبل كثيرة جدا للتعاون. مؤخرا تم بدء تصدير الطاقة الكهربائية المصرية لقبرص بحجم 2000 ميجاوات، وهم الآن يتشاركون الرؤى السياسية ويتبادلون الآراء التي تساهم في أمن وسلامة منطقة البحر المتوسط وحماية مكتسبات هذه الدول في هذه المنطقة. كمان فكرة المياه الإقليمية ومياه البحر المتوسط وفكرة تقسيم الحدود داخل، وفكرة البترول، وما يعني الحقيقة هي منظومة متكاملة، يعني لو أنا متفهمة الأمر صح يعني أستاذ رومي. يعني لو أن الملف الخارجي لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد النجاح والتميز، أنا أرى أن هذه النقطة تحديدا كانت أحد أهم إنجازات الرئيس وصولا لهذه المنطقة من العالم. حضرتك أشرتي أن في بداية 2014 لم يكن الأمر واضحا، لماذا هذا التقارب؟ صحيح. لماذا هذه القمم المتتالية بهذا التوافق؟ الآن نفهم بعد ظهور حقول غاز عملاقة في المنطقة، بعد إمكانية تأمين المنطقة من أي تدخل خارجي أو محاولة استهداف هذه المنطقة، لأنها منطقة مطامع استراتيجية حيث أنها مليئة بالغاز. يعني الآن نتفهم ذلك جيدا، وأرى أن يعني ما زال الطريق يعني ممهدا لمزيدا من التعاون في سبيل مصالح الدول الثلاث. صحيح. طيب ننتقل أيضا لخبر خاص بالاتصال الذي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة الألمانية أعربت عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمر مع مصر تحت قيادة الرئيس خلال السنوات الماضية، وأكدت اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلا كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بتنسيق الوثيق مع مصر في ضوء الثقل السياسي البارز اللي بتتمتع به الدولة المصرية على الصعيد الإقليمي عربيا وإفريقيا ومتوسطيا، كمان ما إلى ذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين
سيادته أكد للمستشارة الألمانية على تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها قوة الدفع المطلوبة. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها في المستشارية الألمانية والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة، وده امتداد لما تتسم به العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين. كمان بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل آخر تطورات قضية سد النهضة، وأكد سيادته على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لا سيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي. خليني أبدأ الأول من ملف يعني سد النهضة تحديدا، وأعتقد أن نشاط سيادته في الفترة الأخيرة هو توضيح للرأي العام وخاصة دول الاتحاد الأوروبي موقف مصر من مسألة سد النهضة، وده ظهر في قمة فيشجراد وأثناء المؤتمرات الصحفية اللي عقدها سيادته في هذه الفترة. والنهاردة كمان ما تم من حوار ما بينه وما بين المستشارة أنجلا ميركل لتحديد موقف مصر تجاه قضية سد النهضة. هو ده شيء مهم جدا ان مصر دايما في كل يعني التجمعات الدوليه والمحادثات الهاتفيه مثل هذه المحادثه او الكونفرنس كول بتؤكد على شرعيه وحق الدوله المصريه في المياه وعلى احترامها للتنميه في الدول الاخرى، لكن دون اضرار بمصالح الشعب المصري. لكن خليني اقول لحضرتك ان المانيا كاحد اهم القوى الدوليه الاقتصادية والسياسية والتي نجحت خلال الفترة الماضية وكانت أكثر الدول استقرارا سياسيا واقتصاديا، جزء كبير من النجاح كان بيرجع للمستشارة الألمانية ووجودها على رأس الاستشارية الألمانية. أنا أرى بأن هذه المكالمة الهاتفية أو الكونفرنس هي بمثابة أولا وداع شخصي من المستشارة الألمانية التي تعاونت مع الرئيس بشكل شخصي قبل أن تكون التعاون بين الدولتين، بالإضافة إلى أنه تأكيد على الثوابت الراسخة في العلاقات المصرية الألمانية ونقل الملفات كما هي، لأن المواقف ثابتة ما بين الحكومة الحالية والحكومة التالية لحكومة المستشارة الألمانية. سؤالي بقى اللي أنا كنت هسأل حضرتك عنه، يعني توقعاتك للوضع في ألمانيا مع رحيل أنجلا ميركل وتولي دلوقتي احنا شايفين أن الحكومة بتحاول أنها يبقى في مشاركة لبعض التيارات الموجودة في ألمانيا، هيبقى في تعاون شكل في قضايا كثيرة الحقيقة، لأن ألمانيا شريك في قضايا عدة، هجرة غير شرعية يعني كانت من سياستها استقبال اللاجئين، في حاجات كتير قد تحدث ممكن انها تبقى مغيره، ولا حضرتك مع ان استمرار الوضع هيفضل هذه هي سياسه المانيا؟ يعني هي دوله مؤسسات، دوله حافظت على السياسه المتوازنه خلال عقود طويله. بغياب المستشاره الالمانيه ميركل هي تركت الطريق ممهدا لاستكمال المسار. ربما ما يعنينا نحن كمصريين اكثر هو التعاون المصري الالماني في هذه الفترة والذي وصل إلى درجات كبيرة جدا من التناغم، لأن نحن في مراحل من يعني العلاقات الاقتصادية القوية، التبادل العسكري، مصر اشترت أسلحة وتطورت أنظمتها الدفاعية بالتعاون مع ألمانيا، هناك أيضا تمويل وأمور مصرفية تمت مع الحكومة الألمانية. بالإضافة لأن مصر خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي حرصت على نقل القضايا الأفريقية لعلاقة شراكة بين ألمانيا وبين الدول الأفريقية. طيب خلونا نروح لخبر آخر الحقيقة هو أيضا من أنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو خاص بتفقد الرئيس لعدد من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة اللي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي فيها أو في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، ده كمان فضلا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية. الرئيس استمع لشرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع اللي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة بما يتواكب مع أحدث الطرق المتبعة عالميا، وده علشان نقدر نمهد لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إديكس 2021.
فكرة الصناعات عندنا وتشجيع الصناعة، وخاصة فيما يتعلق ب يعني المركبات ووجودها وتطويرها وفقا لأحدث النظم العالمية، ده الحقيقة بيمشي متواكب مع كثير من الصفقات اللي مصر عقدتها لاستيراد أنواع معينة من الأسلحة أو الطائرات أو خلافه، بس كمان مشجعين على فكرة وجود هذه الصناعة في مصر، وكمان مع وجود معرض زي ادكس احنا عملناه في يعني قبل كده في 2019 وكان من المقرب، بس لظروف كورونا هو اتاخر يعني، بس خلينا نقول ان هو كمان كان من الاحداث الهامه على المستوى الدولي. طبعا يعني اولا فكره رفع الكفاءه وتطوير القدرات لكافه المؤسسات المصريه هي فكره بدات مع الرئيس منذ توليه الحكم في 2014. صحيح. لكافه المؤسسات المصريه، ولكن ياتي في مقدمه هذه المؤسسات المؤسسه العسكريه والمؤسسه الشرطيه لانهما دعائم الدوله المصريه والامن القومي المصري. بالتوازي مع ذلك ظهرت فكرة توطين الصناعة، ليست فقط الصناعة العسكرية، الدولة حريصة على توطين كل الصناعات الكبرى والتي ترتبط بالأمن القومي. لم يغفل الرئيس وهو يطور التسليح المصري وبالتعاون مع كافة مصادر السلاح في العالم أن يعمل على تطوير المنظومة التصنيعية المصرية، خاصة في مجال التسليح للمؤسستين الشرطية والعسكرية، لأن التأكيد دائما على جاهزية يعني هاتان المؤسستان طوال الوقت، الجاهزية من حيث العتاد والآلات والمعدات والتجهيز، والإضافة أيضا إلى الأنظمة المستخدمة. لذلك استعراض الرئيس لتطوير المنظومة والاستعداد للحدث العسكري اللي حضرتك ذكرتيه ادكس كان حدث مهم جدا، وكان لما حصل في 2019 كان أول مرة يعني يحدث في مصر، وكان مؤثر جدا وساهم جدا. كان في شراكة من دول عدة في عرض يعني صناعاتها العسكرية، وكان في تبادل، ومصر اشتركت أكثر من مرة في مؤتمرات برضو أو معارض عسكرية، وكانت الحقيقة وجود هذه الصناعات المصرية علامة مؤثرة. طبعا طبعا، ده غير تسابق الشركات الكبرى العالمية المصنعة للسلاح على وحرصها على التواجد في هذا المكان، لأن إيدكس كمان مش بيمثل مصر بس، ده بيمثل المنطقة العربية والأفريقية والشرق الأوسط. صحيح صحيح. نروح لخبر آخر هو أيضا متعلق بالعلاقات المصرية الخارجية، خاص بمباحثات مصر مع بريطانيا اللي تطرقت لسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وده كان من خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة الخارجية. بيأتي هذا اللقاء تزامنا مع دخول اتفاقية المشاركة بين البلدين حيز النفاذ مع بداية العام الجاري، كمان الإجراءات اللي اتخذت لتخفيف قيود السفر ما بين البلدين، وده طبعا عشان نقدر ان احنا نشجع حركة السياحة والاستثمار بين الجانب المصري والبريطاني اللي بيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ويصب في دعم جهود التنمية في مصر. العلاقات المصرية البريطانية على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الاقتصادي ربما في الآونة الأخيرة أيضا هي من البلدان اللي اتخذت يعني كانت ليها موقف وبعدين غيرت أو عدلت من موقفها تجاه الدولة المصرية، وشفنا أن في إجراءات كثيرة بتتاخد من أجل تعزيز هذه العلاقات. من وجهة نظر حضرتك وصلنا فين في علاقتنا الخارجية مع الحقيقة تحول الموقف البريطاني من 2013 وصولا إلى 2021 بهذا التحول الشديد يعني شهادة جودة وصلاحية وشرعية للموقف المصري. الآن العلاقة بين الدولتين هي علاقة ندية، مصر تحتاج بريطانيا وبريطانيا تحتاج مصر، في علاقة شركية. أحد أهم الشركاء بالنسبة للدولة المصرية هي الدولة البريطانية. دخول الاتفاقية التشاركية بين الدولتين حيز التنفيذ في بداية العام المقبل هو أمر شديد الأهمية، دعم الاستثمار وحركة السياحة وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق وتبادل الرؤى السياسية بين الدولتين هو أمر شديد الأهمية. أيضا انتقال رئاسة الاتفاقية أو القمة المناخية الإطارية لمصر في الدورة 27 في العام 22 من إنجلترا إلى مصر هو أمر مؤثر جدا في هذا التوقيت. ماذا تأثير مثل هذه الأمور أو انتقال فكرة الرئاسة أو انتقال الاتفاقيات أو دخولها حيز النفاذ زي ما احنا بنتكلم على الأوضاع والعلاقات اللي ما بين الدولتين؟
يعني هو بيدعم أطر التعاون، يعني ما تزال أطر التعاون خطط على الورق حتى تدخل إلى تفخيات حيز التنفيذ. زي ما قلت حضرتك، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي الآن تحتاج الاستناد على شريك قوي في المنطقة. مصر تمثل محيطها الإقليمي الإفريقي والعربي أو الشرق الأوسطي، مصر تمثل دول أخرى، مصر تعتبر جذبا كبيرا للاستثمارات البريطانية في مصر، وبالتالي في هذا التوقيت الاقتصاد، خاصة أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية يعني شديدة بعد جائحة كورونا، فهذا التوقيت المثالي لمزيد من العلاقات الأكثر متانة وقوة بين الدولتين. هل يعني هذه الأسباب اللي حضرتك ذكرتها هي اللي رشحت مصر لفكرة أنها تستضيف مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 2022، إلى جانب أن مصر أساسا كمان كانت مترأسة للفترة اللي كانت موجودة في برضو مؤتمر الأطراف الخاص بالبيئة، واللي كان التنوع البيولوجي اللي موجود في الفترة وتم تسليمه للصين؟ دخول مصر في مثل هذه الاتفاقيات وعقد مثل هذه وتولي رئاستها وعقدها هنا في مصر بيدي يعني اعتقد ثقل للدولة المصرية. بالتأكيد هو بيدي ثقل وبيعبر عن اعتمادية العالم على مصر، لأن مصر تمثل قطاع كبير من الدول التي تعاني بشكل كبير من تأثير، عندما نتحدث عن قمة المناخ فأن التغير المناخي تحديدا يؤثر على نطاق جغرافي من العالم هو أفريقيا وشرق الأوسط والدول العربية، وبالتالي هي الدول الأكثر تضررا. مصر كمان لها جهود كبيرة الحقيقة في مجال المناخ، ولكن لما نتكلم على الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، مصر استطاعت أن تترأس قمم دولية في مجالات مختلفة، واستطاعت أن تؤتي يعني ثمار ونجاحات قوية مؤثرة، لأن مصر تتعامل مع الأمر بجدية وتراعي مصالح الشعوب الأخرى، وتحرص الدولة المصرية على مصالح الدول التي الدول الصديقة. يعني مصر عندما تتحدث عن مصالح المواطن المصري هي تتحدث عن صالح المواطن الأفريقي والعربي، مثلما تتحدث عن صالح المواطن المصري. صحيح، ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ رامي زهدي المحلل السياسي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. مشاهدينا الكرام، منذ قليل أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء هزة أرضية شرق كريت على بعد 390 كيلومتر شمال أسكندرية، والتي وقعت في تمام الساعة 7:32 صباح اليوم. هذا وقد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. فاصل ونرجع لحضراتكم.